اسقيني. كيف تطلب مني شربة ماء وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ اليهود لا يتعاملون مع السامريين. لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ كل من يشرب من هذا الماء يعود فيعطش، ولكن الذي يشرب من الماء الذي يعطيه أنا فلن يعطش بعد ذلك أبدا، بل إن ما أعطيه من ماء يصبح في داخله نبعا يفيض فيعطي حياة أبدية. أعطني من هذا الماء فلا أحتاج فيما بعد إلى تحمل مشاق الطريق والمجيء إلى هنا للاستقاء. يدي زوجك وتعالي إلى هنا. ليس لي زوج. صدقتي إذ قلت ليس لي زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والذي تعيشين معه الآن ليس زوجك. أرى إنك نبي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. وستأتي ساعة، لا بل هي الآن، حين يعبد العابدون الصادقون الآب بالروح وبالحق، لأن الآب يبتغي مثل هؤلاء العابدين. الله روح، فلذلك لا بد لعابديه من أن يعبدوه بالروح وبالحق. قد وجدنا حاجتنا من الطعام في السماء. هيا لنأكل يا معلم. أنا لي طعام لأكل، لستم تعرفونه أنتم. فآمن به كثيرون من السامريين أهل تلك البلدة، ومكث عندهم 2 أيام، وقالوا للمرأة: إننا نؤمن الآن لا بسبب كلامك، بل نؤمن لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه مخلص العالم حقاً.